صباح الخير سيد توني. بداية، ما هي حقوق المستهلك؟ ما الذي عليه وما الذي له يعني؟ إذا بدنا نحكي عن حقوق المستهلك، بدنا ناخذ بعين الاعتبار إنه اليوم كل المجتمعات هي مجتمعات استهلاكية. وقت اللي بنقول مستهلك يعني شخص يسعى إلى تلبية رغباته واحتياجاته. هناك الاحتياجات الأساسية مثل القوت، الطعام، الغذاء، الملبس، المأوى، وهناك احتياجات أخرى خلقت بسبب تطور الأوضاع الاقتصادية. نعم. حماية المستهلك معناتها تأمين سلامته من المنتجات الضارة أو الخدمات الضارة، تأمين حمايته من الغش، تأمين حرية الاختيار لإله من ضمن السلع في مجتمع تنافسي وفي سوق تنافسية، وإعطائه الحق في الاختيار عبر إعطائه المعلومات اللازمة عن هالأصناف هيدي والسلع ونوعيتها وجودتها ومصدرها، وفي حال حصول أي غش تمكينه من المطالبة بحقوقه والحصول على التعويض اللازم. هالحقوق هيدي طبعا أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985، ومعظم التشريعات بالدول المعاصرة اليوم تحدو إلى الأخذ بهالحقوق هاي اللي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيب، لكن يعني من اللافت للنظر إنه العديد من الدول العربية ومنها الإمارات على سبيل المثال لا يوجد بها حتى الآن إدارات حكومية لحماية المستهلك. هل يعني كيف نعلق على هذه النقطة بعدم وجود هذه الآليات، الحكومات والآليات لتفعيل مثل هذه الإدارات؟ لنكون شوي دقيقين. ما في قانون، ما فيش نظام قانوني أو قانون خاص بحماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. ما في دائرة اسمها دائرة حماية المستهلك. في بالكويت مثلا إدارة حماية المستهلك، بالإمارات ما في، وبمعظم الدول العربية الأخرى، وإنما في إدارات، بعض الإدارات تعنى بجوانب معينة من حماية المستهلك بدون ما يكون اسمها إدارة حماية المستهلك. رح أعطيك مثال. في إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، إدارة الرقابة التجارية تعنى بمكافحة الغش التجاري. صحيح أنه ما في قانون لحماية المستهلكين بدولة الإمارات، وإنما في قانون اسمه قانون منع الغش في المعاملات التجارية، وهالدائرة هيدي إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد هي مسؤولة عن تطبيق هالقانون هيدا، وفي حال حصول أي حالة، حالة غش تجاري، مفترض بالمستهلك أو الشخص المعني بالأمر إنه يتصل بإدارة الرقابة هيدي. طبعا أداء لا يرقى إلى مستوى أداء إدارة أو دائرة لحماية المستهلك، وإنما هذا الموجود حاليا. نعم، لكن يعني كما ذكرت إنه ما في إطار قانوني لحماية المستهلك في الدول العربية. طب شو الآليات الأخرى التي يمكن أن تطرح بدل هذا القانون؟ الآليات الأخرى، اليوم المجتمع الأهلي له دور كبير بالموضوع. بالإمارات مثلا في عنا جمعية الإمارات لحماية المستهلك. صحيح أنه هاي الجمعية منها تابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما هل الجمعية الأهلية هاي عم تلعب دور ولعب دور من سنة 1987 ولغاية اليوم. الدورة هو التالي، الدورة كانت أنها عم تتلقى الشكاوى من المستهلكين وعم تلعب دور الوسيط عادة فيما بين المستهلك والمنتج أو البائع، وعم بتجرب تحل المسائل بصورة حبية. وإنما طبعا ما عندها الإطار القانوني اللي بيعطيها الحق أنها تدافع عن حقوق المستهلك أو تلجأ مباشرة إلى القضاء، لأنه اليوم بالمجتمعات اللي فيها قوانين تحمي المستهلك تعطى جمعيات حماية المستهلك حق اللجوء إلى القضاء والمقاضاة نيابة عن المستهلك اللي تم إضرار بحقوقه. وفي شيء بالولايات المتحدة بيسموه class action suit، يعني بتجي مثلا جمعية حماية المستهلك وترفع دعوة لحماية جميع المستهلكين من نوعية معينة من البضاعة، إما فيها عيب معين وإما فيها أمور معينة غير صحيحة وتضر بالمستهلكين، وأي قرار صادر على المحاكم بهالخصوص هيدا بيستفيد منه كافة المستهلكين، في حين مثلا دولة الإمارات العربية المتحدة إذا لجأ المستهلك إلى القضاء بخصوص صفقة تجارية مثلا افترض أن السيارة فيها عيب معين ولجأ إلى القضاء، أي حكم يصدر عن القضاء يصدر فقط لمصلحته هو ولا يستفيد منه المستهلكين الآخرين في حال هالعيب كان موجود بصنف معين
كله سوا، مش بس للصفقة التجارية المحددة بالذات. فإذا جمعية الإمارات عم لعبت دور وعم تلعب دور، وإنما دورها محدود بقوليك، لأنه الإطار القانوني ما بيسمح لها إنه تتخطى حدود معينة. نعم، طب برأيك ليه يعني هذا التأخير في تضمين الدستور أو القانون لمثل هذه المواد الخاصة بحماية المستهلك؟ سؤالك بمحله. التأخير يمكن لأنه دولة الإمارات نمت بظرف وبفترة قصيرة جدا بشكل يمكن أن النمو الاقتصادي تخطى بكثير الإطار القانوني اللي هو مفترض أنه يترافق معه. وأنما اليوم بس على سبيل المعلومات وصلوا للمرحلة الأخيرة فيما يتعلق بإصدار قانون بحماية المستهلك، وهو تقريبا رح يوضع قيد التداول قريبا جدا. وهالقانون هيدا ينص على إنشاء هيئة الإمارات لحماية المستهلك، وهالهيئة الإمارات لحماية المستهلك هي رح يكون عندها دور كبير وفعال في مجال حماية المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورح يكون لها حق المقاضاة بالنيابة عن المستهلك، إضافة لأمور أخرى تشبها بما يحدث اليوم بالأنظمة المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا. نعم، طيب بظل غياب هذه الإدارات الحكومية وهذا القانون أيضا، إذا تعرض شخص كما ذكرت إلى الإخلال بحقوقه كمستهلك إلى أين يلجأ في هذه الحالة؟ وبحال لجوءه لمكاتب المحامين أين يمكن أن تحل مشكلة التمويل؟ اليوم إذا حصل أي غش تجاري ممكن يلجأ المستهلك إلى إدارة الرقابة التجارية أو بوزارة الاقتصاد، وهالإدارة الرقابة الاقتصادية تحقق بالموضوع، وإذا تبين فعلا في مؤسسة تجارية تقوم بأعمال فيها غش تجاري وتدور بمصالح المستهلكين ممكن تفرض غرامات، وممكن يوصل الأمر إلى سحب التراخيص من هالمؤسسة هيدي. نعم. في رقابة على صعيد آخر تتعلق بالأغذية، في قسم رقابة الأغذية ببلدية دبي، وهو يقوم مثلا بدور فعال، هو عم نحكي على مستوى بلدية دبي مش عم نحكي على مستوى الاتحاد. وفي حال أي من المواطنين أصيب بضرر بسبب يمكن وجبة بمطعم أو بسبب يمكن مواد غذائية فاسدة ممكن أن يتقدم شكوى لدائرة رقابة الأغذية ببلدية دبي، وبلدية دبي رح تتخذ الإجراءات اللازمة، علما أنه هالدائرة هي من ضمن الدوائر والأقسام اللي حكيت عنها بتتناول جوانب معينة تؤدي إلى حماية المستهلك بصورة غير مباشرة، طبعا دون ما يكون في الإطار القانوني المناسب اللي بغطي كافة هالجوانب هيدا. وبالنسبة للتمويل كمان يعني بلدية دبي ستقوم بالتعويض مثلا؟ بالنسبة للتمويل لا أكيد، هاي التمويل يعني لا يمكن أنه تنحل مسألة التمويل، لأنه هاي دي العملية مثل ما قلت لك المقاضاة على مستوى فردي. يعني المستهلك في النهاية إذا ما نجحت الإدارات بتحصيل حقوقه رح يضطر يرجع إلى القضاء والمطالب بتعويضه، وطبعا هو رح يتكلف من نفقات المحامين. مسألة التمويل بضمن الإطار القانوني الحالي غير محلولة، طبعا تحل في حال صدور قانون حماية المستهلك، لأنه بيصير في حق هيئة الإمارات لحماية المستهلك هي أن تقوم بالمقاضاة بالنيابة عن المستهلكين وتقوم بإجراءات أخرى إلى الطابع الإداري حتى. نعم. طب بالعصر الحديث أيضا برز سيبتوني يعني ما يسمى بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، صح؟ كيف سيتم سن قوانين جديدة إذا على الواقع يعني السلع العادية بالحياة العادية ما إلها قانون، فما بالك بالتجارة الإلكترونية؟ يعني التجارة الإلكترونية هي بتخلق تعقيدات إضافية على الموضوع، يعني من النهاية اليوم أنا وقت اللي بقول إنه القوانين الكلاسيكية ممكن استعمالها إلى حد ما لحماية المستهلك، بتعرفي الغش ممنوع، يعني القانون العقوبات يجرم مثلا الاحتيال والغش، وفي قانون منع الغش في المعاملات، يعني في نصوص قانونية متناسقة يمكن استعمالها لحماية المستهلك. هالنصوص القانونية تطبق على كافة أنواع البضائع والسلع، سواء كانت بضائع عم تشتريها أنت مباشرة من السوق أو عم تشتريها عن طريق الانترنت. نعم. يعني الانترنت هي الميديم، هي الوسيلة اللي انت عم تستعملها لتشتري، وانه بالنهاية الغش وين ما كان هو غش تطبق هالنصوص. وانه وين بتحصل التعقيدات انه الانترنت جعل هالصفقات تتخطى حدود الدولة،
اليوم انا وقت بعمل صفحة على الانترنت عندي ويب سايت مثلا موجود بالصين عم اشتري بضاعة موجودة بالصين، هيدي العملية فيها تعقيدات اكتر ما انا انزل مثلا على المول بدبي واشتري بضاعة معينة، لانه اليوم انا ممكن اتشكل للادارة المختصة والادارة تاخد الاجراءات وتسحب الترخيص من المؤسسة اللي قامت بالغش، او ممكن قاضي هالمؤسسة هيدي. بس اذا انا عم بعمل ترانزاكشن على ويب سايت متعلق ببضاعة موجودة بالصين، انا يعني صار كمستهلك خاصة انه ما عندي اي حق لاستعمال دعوة جمعية وما فيش جمعيات قادرة تنوب عني، انا كمستهلك طبعا اذا صار في اي عملية تجرح رح يكون من الصعب علي انه روح طالب حقوقي بدولة اخرى. مشان هيك انا بعتقد انه الوعي عند المستهلكين، تنمية الوعي هي مسألة مهمة جدا وضرورية خاصة فيما يتعلق بالغش التجاري على الانترنت. يعني مفترض المواطن بدولة الإمارات العربية يكون واعي وقت اللي بيعمل ترانزاكشن أي صفقة تجارية على الإنترنت، يكون واعي هل هالسايت هو سيرتيفايد، هل هو مصدق من جهات معنية. اليوم في جهات اسمها مزودي خدمات التصديق بتصدق على الويب سايت سيدي وبتحط الساين عليها، مثل مثلا شركة فيري ساين اللي هي بتصدق الويب سايت. هالويب سايتس هودي ميزتهم عن غيرهم انه في جهة طرف ثالث معروف عالميا ويزود بهالخدمة خدمة التصديق عم بيقول انه هالويب سايت هيدا هو امن وممكن تعملوا معه ترانزاكشنز. بهالشكل هيدا ممكن يكون في درجة اضافية من التطمين للمواطن انه مش عم يتعامل مع ويب سايت مجهول، عم يتعامل مع ويب سايت تم التصديق عليه. لكن هي الجهات يعني الجهات الأخرى المسؤولة عن توعية المستهلك بمثل هذه المواقع، مفترض تكون الدولة، مفترض تكون الجمعيات الأهلية مثل مثلا جمعية الإمارات لحماية المستهلك. يعني هيدي مش بس مسؤولية الدولة، أنا بعتبر هيدي مسؤولية المجتمع الأهلي، لأن المجتمع الأهلي لازم يطلع بدور بهالموضوع هذا. السيد توني معلولي شكرا جزيلا لك. شكرا لك.